ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما أسرع عجلة الزمان واختلاف الليل والنهار. منذ أيام كنا نستعد لاستقبال رمضان، أما الآن فقد مضى أكثر من الثلث، والثلث كثير، ويوشك الشهر أن ينتصف. وهكذا فهذه هي حقيقة الأيام. فإن كنا قد قصرنا فيما مضى، فلنتقي الله عز وجل فيما بقي، يغفر لنا ما مضى وما بقي، ولنا فيما بقي من رمضان مستعتب إن شاء الله عز وجل. رمضان ثورة وعلاج لكثير من الأدواء التي تصيب القلب في مقتل. من أخطر هذه الأدواء داءان: إلف النعمة وإلف المعصية. إلف النعمة وإلف المعصية. نعم الله عز وجل على بني آدم لا يحصيها عدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. معظم هذه النعم يستمتع بها الإنسان ولا يدرك أي منها إلا إذا ما افتقد إحداها، عندها يدركها. أما طالما يستمتع بها الإنسان فهو غافل عنها، وإذا كان هذا هو الحال إذن فهو غافل عن شكرها. فيأتي رمضان مذكرا إيانا ببعض هذه النعم، وليفض وينقض هذا الإلف، إلف النعمة. يعني لو أشرنا إلى بعض هذه النعم وإلى مسألة الإلف تحديدا، نضرب مثالا: من رزقه الله عز وجل بالسيارة، كثير منهم يظن أن هذا حق مكتسب، فيتوقع أنه كل صباح يدير سيارته، يشغل المكيف بلا أعطال، فهو يستمتع بهذه النعمة وقلما تذكر شكرها أو حتى قراءة دعاء الركوب. ليه؟ لأنه ألف هذه النعمة. بل على النقيض، ممكن الإنسان يكون راكب سيارة فارهة BMW أو مرسيدس، فإذا ما مر بجواره واحد سايق لامبورغيني أو بورش، عارفين الماركات دي؟ طب خلينا في الهمر. فممكن تجد يقول: أيوة، أهدي الناس اللي عايشة، دي الناس اللي عايشة، ونسي أنه في نعمة عظمى. ليه؟ لأنه ألف هذه النعمة، فما دونها عنده يعني ناس مش عايشة إذن، واللي بيركبوا الأوتوبيس دولت يعني لا يستحقوا الحياة إذن. زرت أخا لنا في الله يرتاد معنا المسجد لغيابه، فقال لي أنه مريض بالكبد، وأنه يأكل ويشرب بحساب، لأنه إذا ما أصيب بإمساك فإن نسبة السموم ترتفع في الكبد، ويؤدي هذا إلى غيبوبة، وإذا ما أصيب بإسهال عافانا الله وإياكم فإن نسبة السموم ترتفع في الكلى، ويؤدي هذا إلى غيبوبة. في حد فينا من اللي ربنا عافاه من هذا الوباء وهذا الداء بيعمل حساب لهذه المسائل؟
بيأكل ويشرب ويطحن، وقليل من يذكر شكر النعمة. يعني كثير من الناس ينتقد حاله ويقارن نفسه بمن هو فوقه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا في الرزق، فإنه أجدر ألا نزدري نعمة الله علينا. أنعم الله علي وعلى بعض إخواني بزيارة لأفقر دولة على وجه الأرض، وعانينا ما يكابده بعض هؤلاء الناس مسلمون في هذه البلاد. فيعني كان الجوع أحيانا يقتلنا، بس في الأخير إحنا عارفين إن في آخر النهار نستطيع إن إحنا نحصل طعام، أو بعد عدة أيام هنرجع ديارنا وهنستطيع نأكل مشاهي الطعام والأشربة إلى غير ذلك. الشاهد أن بعد قضاء عدة أيام في هذا البلد، لما رجعنا أنا وضع أمامي على المائدة جبنة بيضة وبطيخ، مش عارف أقولها باللغة العربية إزاي دي، جبنة بيضة وبطيخ ورغيف خبز، فكان هذا بمثابة وليمة، وما ذقت طعاما مثل ذلك من قبل. ليه؟ لأننا افتقدنا ذلك، لأننا افتقدنا ذلك. يأتي رمضان ليحيي فينا هذا الحس، حس إيه؟ إن إحنا بنستمتع طول العام بنعم من طعام وشراب وهضم وإخراج إلى غير ذلك، حتى لو كان كل اللي بنأكله فول وطعمية وماله، لكنك تستسيغه وتهدمه وتخرجه بأريحية، هذه كلها نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار في حديث إلى نعمة السلامة، سواء كانت هذه السلامة هي العظام، صغار العظام التي تقع بين المفاصل، أم هي المفاصل نفسها، على كل سلامة في كل يوم صدقة. فمين اللي يفتكر أن كل يوم الصبح أول ما يصبح يشكر نعمة السلامة أو المفاصل أو صغار العظام 360 مرة؟ يقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لك الحمد على هذه النعمة. فتسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، إلى غير ذلك الحديث. لكن نغفل عن ذلك كله. متى ننتبه؟ أما الواحد يجي له سليب ديسك ولا الغضروف، انزلاق غضروف لا قدر الله، إلى غير ذلك، يدرك أنه كان يستمتع بهذه النعمة أعواما عديدة ولم ينتبه إليها. لذلك فرمضان ثورة حقيقية لنقض هذا الإلف. إلف الإيه؟ إلف النعمة. الإنسان يجوع اختيارا، لأن الله عز وجل أمره يمسك عما أحل الله في نهار رمضان لأن الله حرمه. فهل يصعب بعد ذلك على هذا الممتثل أن يمسك عما حرم الله في غير رمضان؟ 30 يوم يدرب نفسه على الامتثال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لابد من استحضار النية، إيمانا امتثالا لأمر الله عز وجل، احتسابا رجاء الأجر والثواب. فإذا ما اعتاد الإنسان ذلك على مدار 30 يوم أو على مدار شهر رمضان، سهل عليه بعد ذلك أن ينظم وقته، أن يستسيغ أي طعام، أن يستشعر حاجة المحتاج. يعني إحنا لو لم نذهب إلى هذه البلاد ولم نعاين حاجة المحتاج والفقير والناس اللي بتموت جوعا، يعني هذا البلد قليل منهم من يجاوز 50، إن لم يقتله الجوع يقتله المرض. فإحنا في نعم، في نعم عظيمة. ثم الله عز وجل جعل الفدية لمن يطيق الصيام. احنا قلنا اذا كان من احد مقاصد الصيام استشعار حاجة المحتاج التي لا يمكن استشعارها بمجرد المشاهدة. كثير منا يقلب في القنوات فلما يرى هذه الهياكل العظمية المتحركة يمصمص الشفاه، لكن لا يتجاوز فعله ولا تفاعله مع الأحداث ذلك.
وهذا شائع إلا من رحم الله. في أمريكا شاهدت بنفسي مئات بل آلاف الأطنان من أجود أنواع القمح والألبان، يأتون باللبن ويجففونه وهذا يكلف مئات الملايين، ثم يعبئونه ثم يحملونه على ظهر البوارج ويلقون به في عرض البحر أو المحيط. يبقى الناس تموت جوعاً وهم يلقون بآلاف الأطنان من أجود الأطعمة، والسبب إيه؟ وهذا ليس سراً، السبب إيه؟ المحافظة على الأسعار العالمية. الوضع عندنا يختلف، كيف يتسنى لمسلم أن يطعم ويشرب ويستسيغ الطعام وهو يعرف أن أمة من المسلمين تموت جوعاً؟ فوق 10 مليون يتوقعون الموت بين عشية وضحاها، عارفين ليه؟ عشان 1.5 مليار دولار. ده مش مبلغ، ده مش مبلغ. لو كل مسلم طلع دولار كفوهم المؤنة وأغنوهم. ولكنه التجاهل، حتى إن من حكم الصيام استشعار حاجة المحتاج، هذه الحكمة لا تبرز في مثل هذا الوقت. قرأت مقالا وشاهدت على الجوجل إيرث أحد أمراء الخليج دخل موسوعة جينيس، الحمد لله والشكر لله، من أوسع أبوابها. أنت لما تبص على يعني العرب عامة وخاصة الخليجيين دخلوا موسوعة جينيس من أي باب؟ أكبر طبق كبسة في العالم، أكبر قرص فلافل في العالم، إلى غير ذلك، كله في المطعوم والمشروب إلى هذا القبيل. هذا الرجل حفر اسمه في الجبل بطول 2 ميل، الميل 1.6 كيلو، يعني 3.2 كيلو طول وارتفاع 1000 متر، إنجاز. أنفق على ذلك مئات الملايين حتى تدخل المياه داخل الاسم وتخرج من الناحية الأخرى ولا يؤثر النخر في الاسم. يستطيع أي إنسان من السماء أو من الستلايت أن يشوف هذا الاسم، وبذلك دخل هذه الموسوعة. تقرأ حمد، والله هذا أمر مخزي، هذا أمر مخزي أن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسراف بينما عشرات الملايين يموتون جوعا. إذن إحنا أو كثير منا يصوم صيام الأبدان، الصيام لم يخالط العقل والفكر بعد، لم يخالط القلب بعد، زي الإنسان يفطر، ده صدقة الفطر إن لم تدفع قبل صلاة العيد يأثم الإنسان وعليه دفعها وتعد إيه؟ صدقة عادية، مش زكاة الفطر. ليه؟ أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم عن المسألة. لابد أن الأمة كلها تتكافل، لابد أن احنا نتخرج من مدرسة الصيام بتقدير متفوق، أن احنا فهمنا الحكمة من الصيام، مش مجرد أن احنا صمنا ثم أفطرنا، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر الشهر: ألا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فأحبتي في الله، إذا كنا سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود من الريح المرسلة حين يدارسه القرآن جبريل، حين يدارسه القرآن جبريل عليه السلام، إذن فحري بنا أن نقتفي أثر وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش مهم بقد إيه، ولكن كل واحد قدر استطاعته. سبق درهم 1000 درهم، إذا في استطاعتك جنيه فهو خير من 1000 من اللي استطعته ملايين، سبق درهم 1000 درهم. المهم أنه من كسب طيب،
أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يطعم إخواننا من جوع. أخيرا وليس آخرا، فيما يتعلق بإلف المعصية، لعله يكون في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل، وكيف أن الصيام ثورة على إلف المعصية ويساعد المرأة في التغلب عليه. ولكن أنا كنت أنتظر بشغف نتائج المليونية المزعومة في حب مصر، وشاهدت ساعة الإفطار على قناة الجزيرة، يعني أنا أقصى تقدير كنت أظن أنها مش هتبقى مليونية بل مئوية، ولكن ما رأيته أنها حتى لم تحصل عشرية، يعني اللي واقفين قدام الكاميرا لم يتجاوزوا العشرة، ولكن رأيت حرصاً عجيباً من الإعلام على إبراز هذه القلة أنهم من يمثلون مصر، هذه القلة الحريصة على خطف بلد بحجم مصر. ينبغي علينا ألا نسمح بذلك، ينبغي علينا ألا نسمح بذلك، لأنه لو فاتتنا هذه الفرصة إذن ولا على 30 ولا 50 سنة جاية كمان. الله عز وجل أعطانا هذه الفرصة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طب نبدأ إزاي ونعمل إزاي؟ إذا كان العمل السياسي دلوقتي هو القنوات الشرعية المتاحة، فلدينا حزب يعبر عن توجهاتنا وأسلوب تفكيرنا، والقائمون عليه بفضل الله عز وجل من كبار مشايخنا، فكل واحد يحرص على إما الانضمام للحزب، حزب النور أعني، أو مساندته بقدر استطاعته، مساندة معنوية، مساندة مادية، التعريف بالحزب، اللي عنده أفكار، اللي عنده إمكانات معينة لا يتوانى. هذه فرصة سانحة لنري العالم أجمع أننا قادرون بفضل الله عز وجل على أن نحكم بشرع الله عز وجل، وعلى أن نعيش في أمن وأمان وفي سلم وسلام. هذه المليونية الماضية اللي كانت قبيل رمضان، هذه الأعداد يعني أرهبت العالم أجمع، أرهبت العالم أجمع، وبالأخص أمريكا وإسرائيل. مش بس هذا الكوكتيل من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين والماركسيين في مصر، هذه القلة، ولكن العالم أجمع حسب لهذه المليونية ألف حساب، وهم يكيدون لنا ليل نهار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكن الله عز وجل أيضا يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فأين نحن من هذا؟ يجب أن يكون لنا دور وألا نتهاون، وسقف مطالبنا هو أن يحكمنا شرع الله عز وجل. المهم أن يكون كل واحد فينا في وضع استعد، مهما طلب منا من عمل لنصرة دين الله عز وجل من عمل مباح طبعا لا يتوانى أحدنا عن فعل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وألا يستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.